الدكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، أستاذ طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج. إهمال مشاكل الإبصار بشكل عام بيكون له تأثيرات كبيرة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاقتصادي لكل دولة في العالم. الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية بتقول إن أكتر من 2 مليار شخص حول العالم بيعانوا من مشاكل في الإبصار، وده بيشكل عبء مالي كبير جداً على الصعيد العالمي. تقدر خسائره الإنتاجية العالمية بأكتر من 2.5 مليار دولار كل عام. وعلى المستوى الشخصي، إهمال مشاكل الإبصار بيأثر بشكل سلبي على جودة الحياة ويرفع معدلات القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، غير التأثيرات المعروفة لكبار السن من صعوبة الحركة وارتفاع خطر التعرض للسقوط والإصابات. وإهمال مشاكل الإبصار في الأطفال بيصيبهم بضعف بصر وخيم في وقت مبكر، يأخر نمو قدراتهم الحركية واللغوية والعاطفية والاجتماعية والمعرفية. إهمال ما بقاش ليه أي مبرر مع التقدم العلمي الكبير في علاج مشاكل الإبصار. اهلا بيكم. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا مع ضيفه مهمه جدا. الحلقه عنوانها مش متكرر، يعني حاجه من نوادر، حاجه من يعني الحلقات القيمه جدا اللي انا مش متكرره. انسداد القناه الدمعيه، انسداد القناه الدمعيه وخصوصا في الاطفال. ولكم ان تتخيلوا ان 6% من الاطفال بيعانوا من مشاكل في القناه الدمعيه او انسداد في القناه الدمعيه. يعني نسبه الاطفال اللي بتولدوا عندهم انسداد في القناة الدمعية 6%، ده رقم مخيف جدا. الطفل بقى اللي عنده عمص، عنده احمرار في العين، عنده التصاقات في العين، عينه مش رايقه، ينتبه ابوه وامه ينتبهوا. القناة الدمعية بتعامل في مصر، انا في رايي يعني، انها عيني مظلومه جدا. حتى لما نيجي نقول للناس في مشاكل في القناة الدمعية بتقول لك يعني ايه هي القناة الدمعية دي، وهل عندهم مشاكل في القناة الدمعية بيدمعوا ولا ما بيدمعوش؟ ما هو برضو لازم نفهم الكلام. والإحمرار ليه؟ وليه بيكون إفرازات؟ أسئلة كتيرة جدا في الموضوع ده، وزي نتعامل مع الطفل في الحالة دي، هل أدوية ولا عملية ولا دعامة ولا إيه ولا قصة إيه، وزي نكتشفها. وستة في المية كتير. النهاردة ضيفتي العزيزة واحدة من نجوم عالم العيون، بتسعدني دايما بوجودها معانا وبتمتعنا بحوار علمي راقي للغاية، القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع، الأستاذ الدكتورة نرمين بدوي، أستاذ واستشاري طب وجراحات العيون، دكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية من غلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون. أهلا بيك دكتورة نرمين. أهلا بيك دكتورة. سعيد جدا بزيارتك الجميلة واختيارك للموضوع. أنا منتظر الموضوع ده من زمان، ما بنتكلمش فيه. القناة الدمعية إيه القصة دي؟ لا دي قصة كبيرة جدا. يعني هي موضوع القناة الدمعية ده هو مشكلته كمان إن هو في ناس كتيرة بيحصل عندها خلط ما بين التهابات عيون الأطفال وما بين مشاكل القناة الدمعية، وساعات بيحصل فيه تشخيص خطأ لكتير من التهابات عيون الأطفال على إنها مجرد انسداد في القناة الدمعية. وللأسف انسدادات القناة الدمعية كتير جدا برضو بيتم التعامل معها على إن هي مجرد التهاب في عيون الطفل ده، وبيتم إن هو بياخد علاج وبيفضل ياخد في مضادات حيوية وفي مضادات التهاب، ويفضل يتعالج لفترة طويلة جدا على إن هو عنده التهاب. وممكن في الحالة دي نضيع فرصته في إن احنا نعالج انسداد القناة الدمعية ده في الوقت المناسب. إيه أسباب التهاب العيون بتاع الأطفال عموما؟ التهاب عيون الأطفال الحقيقة ليه أسباب كتيرة جدا، والمشكلة إن احنا بنعالجه دايما على إنه حالة واحدة. التهاب عيون الأطفال ممكن يحصل من وقت الولادة، يعني هو الطفل لما بيتولد ولما بيعدي في مجاري الولادة الطبيعية في الغالب ممكن يتعرض لأنواع من الميكروبات اللي هو ما بيبقاش يتعرض ليها في رحم الأم، فبيحصل له نوع من أنواع الالتهاب الميكروبي. ومعظم دكاترة الأطفال بيدوا الأطفال عند الولادة أو دكاترة النساء نوع من أنواع المضادات الحيوية عشان يعالجوا النوع ده من الالتهاب. بعد كده التهاب عيون الأطفال ممكن يبقى التهاب بكتيري،
ممكن يبقى التهاب فيروسي، اللي هما الاثنين بنسميهم التهاب عدوى، يعني الاثنين بتبقى نوع من انواع العدوى اللي بتصيب عين الطفل وبتؤدي الى المشاكل اللي احنا بنعاني منها، سواء الاحمرار سواء الدموع، عامه المشاكل اللي بنلاحظها في التهاب عيون الاطفال. لكن برضو التهاب عيون الأطفال ممكن يبقى نوع من أنواع الحساسية، يعني مش لازم أن عين طفل ملتهبة يبقى على طول أجري واديله مضاد حيوي علشان جارتي ابنها لما جات له نفس المشكلة اديت له مضاد حيوي وخف، أو علشان واحدة قريبتي خدت العلاج الفلاني. الحقيقة أن التهاب عيون الأطفال بيندرج تحتيه أنواع كتيرة جدا وأسباب كتيرة جدا، سواء كانت عدوى أو إصابة أو نتيجة حساسية، وكل نوع من أنواع الالتهاب دي حتى لو كانت عدوى سواء كانت بكتيرية أو فيروسية أو فطرية بيبقى ليه علاج مناسب. لكن عامة التهاب عيون الأطفال بيكون إن احنا بنلاحظ إن عين الطفل بيبقى فيه مشاكل بتندرج من مجرد احمرار لاحمرار ودموع، ساعات بيبقى مصاحب بإفرازات، سواء الإفرازات دي كانت مجرد إن هي إفرازات زي الدموع من العين، أو بتبقى ساعات إفرازات صديدية لو كانت العدوى دي عدوى بكتيرية. إيه بقى انسداد القناة الدمعية؟ إزاي نشخص انسداد القناة الدمعية؟ احنا لما بنتولد احنا عندنا جهاز اسمه الجهاز الدمعي، زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات كده او الفيديو اللي اتعرض بتاعنا، ان احنا عندنا غدة دمعية اللي موجودة واللي شايفينها فوق العين دي. الغدة الدمعية دي هي اللي بتفرز الدموع. الدموع دي ليها وظيفة مهمة جدا، هي اولا بتعمل على ترطيب العين، الحاجة التانية ان الدموع جزء من الجهاز البصري للعين، يعني زي ما أنا القرنية بتاعتي بتقوم بدور في الرؤية، زي ما العدسة بتقوم في دور الرؤية، برضو الفيلم بتاع الدموع اللي موجود العين ده برضو هو بيقوم بدور مهم جدا في الرؤية. كمان هي بتشيل معظم الأجسام الغريبة اللي بتدخل العين أو الميكروبات أو الفطريات، لأن الدموع بتاعتنا فيها نوع من أنواع المضادات الحيوية اللي بتعالج الحاجات دي. فالدموع دي بيتم إفرازها من الغدة الدمعية اللي موجودة في العين، وزي أي حاجة بيبقى فيه سائل بيفرز لازم يبقى فيه طريقة لتصريف السائل ده. فإحنا عندنا في زاوية العين في اتنين قنوات دمعية بتجمع الدموع دي، وفي الآخر بتاخدها الكيس، بنسميه الكيس الدمعي، بتتجمع فيه الدموع وتنزل عن طريق أنبوبة ليتم تفريغ الدموع دي في النهاية في الأنف. الطبيعي ان الانبوبه اللي في الاخر دي بيبقى فيها اثناء الحمل نوع من انواع الغشاء اللي بيمنع ان هي تصرف الدموع دي في الانف، والغشاء ده سبحان الله بيتفتح في الشهر التاسع قبل ولاده الطفل على طول. لكن في اطفال الغشاء ده بيتاخر فتحه شويه، وبالتالي بيبقى مكان تصريف الدموع او طريقه تصريف الدموع ما هياش بتقوم بوظيفتها بالطريقه الطبيعيه، وهنا بيبتدي ان الدموع دي تتجمع زي اي ميه راكده، بيتجمع عليها بكتيريا، بيتجمع عليها ميكروبات، فبتبتدي تسبب نوع من انواع الالتهابات في العين. فمن الاخر التهاب القناه الدمعيه بيكون مصاحب لانسداد القناه الدمعيه اللي بيؤدي لانواع من الالتهاب في العين، وهو بيكون نتيجه ان غشاء القناه الدمعيه دي ما بيكونش فتح في الوقت المناسب. هل هذه حاله شائعه؟ هل لابد لها من تدخلات بإجراء معين، ولا مراهم وقطرات ممكن تفي بالغرض؟ هو زي ما قلت حضرتك ان الابحاث عامه بتقول انه من 16 لغايه 20% كمان من الاطفال بيكونوا مصابين بانسداد القناه الدمعيه، يعني خمس الاطفال المولودين بيكونوا مصابين بانسداد القناه الدمعيه، وبيبقى عندهم مشكله ان الغشاء اللي المفروض ان هو يفتح ده ما بيكونش فتح. لكن الحمد لله برضو ان عامة انسداد القناة الدمعية بنسبة 88-90% بيفتح في الفترة خلال السنة الأولى من الحمل، من الولادة قصدي. وبالتالي ان الطفل بعد ما يتولد حتى لو هو عنده انسداد في القناة الدمعية، في الغالب 90% من الأطفال اللي عندهم انسداد في القناة الدمعية بيتم ان الحالة دي بتختفي لوحدها، والغشاء ده بيفتح والحالة بتكون انتهت مع نفسها. وبالتالي بالرغم ان حاله انسداد القناه الدمعيه حاله شائعه وموجوده في خمس الاطفال اللي بتتولد، الا ان معظمها حتى لو ما حصلش ان الغشاء ده يتفتح في اثناء الحمل، لكن بيتفتح بعد الولاده. اما بالنسبه للتدخل، احنا علشان نتدخل بقى طبعا، بما ان احنا بنقول ان معظم الحالات بتتم
العلاج فيها تلقائيا وبيتم فتح الغشاء ده تلقائيا في السنة الأولى من عمر الطفل، يبقى احنا ما بنحبذش ان احنا نتدخل في المرحلة الأولى اللي ممكن الطفل ده يخف فيها لوحده. بنعالج بس الأعراض اللي بتكون نتيجة للمشكلة، زي ما احنا بنقول ان اللي بيحصل ساعتها ان بيحصل مجموعة من الالتهابات الشديدة اللي ممكن تحصل في العين، وبتختلف في شدتها من ان هي تبقى مجرد دموع او ان احنا نلاحظ زي ما احنا عارفين بقى ان العين دي مش بتصرف الدموع بتاعتها بطريقة طبيعية، فبتتجمع دموع في عين الطفل. بنلاحظ الأمهات بتقول ان انا عندي ابني عنده عين عمالة تدمع طول الوقت والعين التانية لا، أو عينينا الاثنين بتدمع على طول الوقت وعمالة تهدر دموع على وش الطفل ده، أو إن الموضوع يبقى أكتر إن زي ما قلنا يتجمع عليها بكتيريا فيبتدي يحصل نوع من أنواع الالتهاب في العين. في الحالة دي بقى التدخل بيبقى إن إحنا أولاً بنعالج الالتهاب ده عن طريق مضادات حيوية عن طريق مضادات بكتيرية، المهم إن إحنا بنعالج المشكلة اللي هي بتكون نتيجة للمرض، مش بنعالج المرض نفسه لان احنا متوقعين انه هيختفي لوحده. وبنحاول ان احنا نساعد ان الغشاء ده يتفتح كمان بطريقه تلقائيه. فبنعلم الام مجموعه من التدريبات اللي هي بتعملها علشان خاطر زي ما احنا شايفين الكيس بتاعنا ده عامل زي القطاره. فلو انا عندي قطاره مليانه ميه علشان خاطر تنزل الميه اللي فيها دي انا بضغط عليها من فوق. فده اللي احنا بنعمله بالظبط، بنعلم الام ان هي تعمل نوع من التدليك او المساج للجزء ده من الجهاز الدمعي بحيث ان الميه دي لما بنخصبها او بنضغط عليها علشان تنزل في المجرى الطبيعي بتاعها الغشاء ده بيتفتح بطريقه طبيعيه مع الوقت نتيجه للضغط، وما بنحتاجش ان احنا نتدخل تدخلات ممكن لو الموضوع ما اتحلش ان احنا نعملها بعد كده. بنركب بقى دعامة أو أنبوبة إمتى؟ إيه الدعامة أو إيه الأنبوبة اللي بيركب؟ هو عامة التدخل في حالة إن إحنا عندنا مشكلة في الجهاز الدمعي أو عندنا انسداد في القناة الدمعية ده إحنا بنستنى، في ناس بتستنى لغاية ما الطفل ده يكمل 8 شهور، في ناس بتستنى لغاية ما يكمل سنة، في ناس بتستنى أكتر لغاية ما يبقى سنة ونص، بس مش بنستنى أكتر من كده. التعامل مع المشكلة بيكون تعامل تدريجي، يعني أول حاجة زي ما قلنا بنعالج الالتهاب وبنعلم الأم إن هي تعمل تدليك علشان خاطر يحصل تسليك للقناة الدمعية. ما حصلش ده زي ما احنا متخيلين الحاجة اللي هي مش بتتسلك لوحديها، احنا بندخل نسلكها، فبنعمل حاجة اسمها تسليك المجرى الدمعي. بيبقى في عندنا أجهزة رفيعة زي سلك رفيع كده بنمشي فيه في المجرى الدمعي الطبيعي بحيث ان احنا اي انسداد احنا بنقابله سواء كان الانسداد ده في القنوات الدمعية او الانسداد ده في الكيس الدمعي او في مجرى الدموع للأنف، عامة بيتم التسليك. التسليك ده ممكن نعمله مرة واثنين وثلاثة، لكن لو احنا لاحظنا ان بعد ما سلكنا مرة واثنين وثلاثة الحالة بترجع تاني، وده ممكن يكون نتيجة التهابات شديدة في القناة الدمعية او التهابات حوالين المجرى الدمعي ده، فممكن نعالج الالتهاب. ولو المشكلة فضلت يبقى ده معناه ان في ممكن تليفات في المجرى اللي احنا بنمشي فيه ده، فبنستخدم التسليك. لو التسليك بعد مرة واثنين وثلاثة ما ينفعش بنستخدم اللي حضرتك بتقول عليه الدعامة، يعني أنا عندي حتة عمالة أوسعها تضيق تاني أوسعها تضيق تاني، فبجيب زي خرطوم رفيع بندككه في المجرى ده علشان التليفات لو هتحصل تحصل حواليه ما تحصلش جواه، نحافظ عليه مفتوح، وبعد من 3 لـ6 شهور بيتم إزالته علشان خاطر المشكلة تكون انتهت ونبقى قدرنا نحافظ على المجرى الطبيعي للدموع ده مفتوح طول الوقت. وبالتالي الدعامة هي مجرد محافظة على مجرى الدموع الطبيعي إن هو يفضل مفتوح بعد ما جربنا أكتر من مرة إن احنا نسلكه ويحصل فيه انسداد. ماذا لو فشل الدعامة مثلا؟ ماذا لو فشل وعادت الحالة مرة أخرى؟ هو عامة فشل الدعامة أو المشكلة اللي بتحصل في الدعامات بيبقى ليها كذا سبب. أول حاجة بالرغم إن الدعامة دي بتبقى رفيعة جدا وبتبقى عاملة زي أدخن من الشعراية شوية كده، لكن في أطفال بتاخد بالها منها وبتشيلها، يعني الطفل يروح مدد إيده في عينه ويقوم خلعها،
وبنحاول ان احنا نركبها تاني وبرضو ممكن الطفل ده يخلع. احنا علشان نقدر نقرر ان المشكلة دي او العلاج اللي احنا عملناه للمشكلة دي فشل، للأسف برضو هنا بيبقى فيه جزء كبير جدا من التشخيص الخاطئ. لأن هو إيه التعريف الفشل؟ إن المشكلة ما تحلتش، يعني رجعت تاني تحصل التهابات، رجع الطفل ده يدمع تاني، رجعت عينيه تطلع مجموعة من الإفرازات اللي ممكن تبقى مصاحبة لمشكلة انسداد القناة الدمعية، وممكن تبقى أصلا هي مشاكل موجودة عند الطفل، سواء إن هو عنده برد أو عنده التهاب في الملتحمة، التهاب في القرنية، أي نوع من التهابات العين للأسف بتبقى هي اللي بتكون مسببة لنا المشكلة دي. لكن علشان في عندنا تاريخ مرضي من انسداد القناة الدمعية، ممكن ان في ناس بتستعجل وتقول لا يبقى التسليك بتاعنا ده فشل، وان في مشكلة في الإجراء اللي احنا خدناه يبقى لازم نروح للإجراء اللي اقوى. الحقيقة الصبر في الحاجة في حالة زي كده، وان احنا نتعامل معاها بهدوء ونحاول نشوف ايه سبب المشكلة قبل ما نقرر ان هي فشلت، بيجنب على الطفل ان احنا ندخل في جراح. لكن لو في حالة ان بعد ما عملنا تسليك اكتر من مرة، وبعد ما ركبنا دعامة للطفل ده، وبعد كده لقينا ان المشكلة ما تحلتش، يبقى بنلجأ هنا لحاجة اسمها اصلاح الجهاز الدمعي. انا الطريق الطبيعي بتاعي مسدود ومش راضي يتفتح، فأنا بعمل باي باس، بعدي المنطقة السدد دي وبتجنبها تماما، وبنيجي نوصل الكيس الدمعي نفسه بالأنف. ده بيبقى إجراء جراحي بيتم فيه فتح في الكيس الدمعي وفتح في العظم بتاع الأنف. بس يعني الناس ما تتخضش قوي من كلمة فتح عظم الأنف دي، هو فتح عظم الأنف بيبقى في الأطفال رقيق جدا، هو بيبقى عبارة عن غشاء عظمي. فإحنا بنفتحه وبنوصل الكيس الدمعي فوق مكان السدد بالأنف، بحيث إن الدموع اللي أفرزت دي يتم على طول تصريفها على الأنف من غير ما نعدي على مكان السدد. والحقيقة إن الإجراء ده التأثير بتاعه بيوصل لغاية 95%، وبيجيب نتائج هايلة في أطفال كتيرة جدا. لكن إحنا بنلجأ له بعد ما نكون استنفذنا كل الوسائل اللي بتبقى أقل في تعريض الطفل إن هو يتعرض لجراحة. الرسالة النهائية التي تودي أن تصل إلى الأمهات، لأنه إحنا بنتكلم على أطفال في كل كلامنا، هو الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها للأمهات بالذات في موضوع التهاب عيون الأطفال، إن التهاب عيون الأطفال ما هواش حاجة واحدة. التهاب عيون الأطفال ليه أكتر من شكل، ليه أكتر من صورة، بالرغم إن هو بيبان عندنا إنه مجرد طفل عينه محمرة، إنه هو مجرد طفل عينيه فيها إفرازات. سوء استخدام المضادات الحيوية أولاً بيعمل حاجة اسمها ريزيستنس أو مناعة في ضد المضادات الحيوية دي، بحيث أن الطفل لما يجي يحتاجها بعد كده للأسف ممكن ما يبقاش عنده قابلية ليها. الحاجة التانية أن هو ممكن يعمل حاجة بنسميها الماسكينج إفكت، أو أن هو بيخبي المشكلة، ويجي الطبيب لما يجي يشوف الطفل، يعني مثلاً هو جاي بيشوف طفل المفروض أن عنده التهاب، لو إحنا ابتدينا نحط قطرات بدون مبرر زي القطرة اللي كل المصريين بيحبوها قوي، اللي تقريبا قربنا نشربها شرب، البريزولين. المفروض الناس تعرف ان البريزولين دي مش قطرة علاجية. البريزولين كل وظيفته في العين ان هو يعمل بالظبط ان هو يقفل الأوعية الدموية فالعين ما تبقاش حمر. الأوعية الدموية المتمددة نتيجة الالتهاب دي هي بيزيد فيها تدفق الدم، فبتخلي العين لونها أحمر. فالبريزولين كل اللي بيعمله بيقفل الأوعية دي، لا عالج الالتهاب ولا عالج المشكله ولا قتل البكتيريا ولا عمل حاجه. لكن هيجي الدكتور يشوف عين الطفل هيلاقي عينه زي الفل، رايقه وجميله وما فيهاش مشاكل. فاحنا للاسف بندي علاجات ممكن تعمل تضليل للمشكله، ممكن تضر الطفل، ممكن تمنع علاجه بعد كده. فياريت في التهاب عيون الاطفال بالذات ما نستهونش بيه، ما نسمعش ان مامتي بتقول لي حطي له قطره مضاد حيوي، جارتي بتقول لي حطي له بريزولين، حد بيقول لي حطي له مضاد للحساسيه، ونفضل ماشيين كده في سيركل او في دايره مفرغه من العلاجات، ولما نزهق في الاخر نروح للطبيب وتكون للاسف فرصه العلاج قلت شويه عن قبل كده. التهور والجنان في التعامل مع القطرات بدون اشراف طبي هذا امر يجرم بشده. الطفل مش ولا الكبير
فكره كل القطرات حلوه والقطره دي جميله وجرب، ولا قطره العيله اللي بقى لها في الثلاجه 3-4 سنين العيله كلها بتحط نفس القطره، ده كارثه، ده شيء مخيف جدا يعني، وجريمه تشارك فيه العيله كل دي، جريمه عائليه يعني. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما الاستاذ دكتوره نرمين بدوي استشاري طب وجراحات العيون واستاذ لطب وجراحات العيون، دكتوراه لطب وجراحات العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج. نورتي وشرفتي واسعدتيني بهذا الحوار الممتع. سعاده، شكرا جزيلا، خليكم دايما مع الناس الحلوه.